أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا البث الحي الذي ينقله لكم تلفزيون النهار من أجل موافتكم بأحداث الاجتماع الذي يعقده حزب التجمع الوطني الديمقراطي من أجل نقل أو من أجل التواصل مع الأمناء الولائيين وكذا المكلفين بالإعلام على مستوى الولائي أو على مستوى الولايات. هذه الخطوة التي تمخضت عن الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية في الفاتح من شهر فيفري من أجل مواصلة الانتخاب أو من أجل مواصلة نشاطها من أجل التحسيس وتعبئة الرأي من العام من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل. مشاهدينا نترككم مع الكلمة الافتتاحية للسيد عبد القادر بن صالح ثم لن نعود بعد ذلك. جدول عمل هذا الاجتماع والذي هو مخصص كما تعلمون وكما أخبرتم به للقاء مع المنسقين الولائيين والتباحث عنهم معهم حول كيفية عمل الحزب في الفترات القادمة وخاصة تلك التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية. وقد صادق المؤتمر والمجلس الوطني والأمانة الوطنية على بعض الخطوط العريضة لمضمون نشاط الحزب في المرحلة السداسية القادم. الآن نشرع في المرحلة العملية وهي أن ننظر ميدانيا ما يجب القيام به، فبدون إطالة أود بهذه المناسبة أن ألقي كلمة تمهيدية بعدها نطلب العذر من سيدات والسادة رجال الإعلام لكي يساعدوننا في أشغالنا لأن بقية الأشغال ستكون في جلسة مغلقة. إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدات والسادة أعضاء الأمانة الوطنية، سيدات والسادة الأمناء الولائيون والمكلفون بالإعلام، سيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، يأتي لقاؤنا هذا بعد أسابيع قليلة من عقد المؤتمر الرابع لحزبنا، وهو يأتي بعد 10 أيام من عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، وهما موعدان أعطيا للتجمع الوطني الديمقراطي حيوية جديدة واضحة في مسيرته النضالية والسياسية، ووضعه على سكة التفاعل مع الأحداث الوطنية المتسارعة التي يأتي في مقدمتها الحدث الأبرز وأعني به الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في ربيع هذه السنة. هذا اللقاء هو الأول الذي تجريه الأمانة الوطنية للحزب مع الأمناء الولائيين، وهو سيكون تأكيدا فرصة مواتية لتبادل الرأي وعرض وجهات النظر، ويدخل في إطار تعميق التجربة التي اكتسبها الأرندي خلال مساره الداعم للإصلاحات وترسيخ قيم الشرعية والديمقراطية في البلاد. لقاؤنا اليوم أخواتي إخواني هو تجسيد للقرار الذي عبر عنه المناضلون وتبناه المؤتمر وأيده المجلس الوطني وتكرس كخيار لا بديل عنه في مجال العمل والتنسيق الرامي إلى إنجاح الحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية لفائدة مرشحنا المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. لقاؤنا يأتي إذن بعد عقدنا للمؤتمر الرابع ونجاحنا في تنظيم فعالياته
والمصادقة على لوائحه واعتماد مضمون برنامجه للسنوات الخمس القادمة. أيتها الأخوات أيها الإخوة، لقد عقدنا المؤتمر ونجحنا في تنظيم فعالياته. لقد نجحنا خاصة في طي صفحة مرحلة الخلاف وحققنا النتيجة، وخرجنا بقرارات في مستوى الطموح وحددنا معالم طريق المستقبل. ونحن واعون بدورنا الآن ومستقبلا، ونحن مسلحون بإرادة قوية ومسلحون بنصوص واضحة وبقيادة داركة للتحديات التي تواجه الحزب والبلاد، وعارفة بالهدف الذي تريد بلوغه، وهي مصممة على العمل لكي ترتقي به إلى المكان التي يريدها مناضلوه. أيتها الأخوات أيها الإخوة، لقد تجاوزنا مرحلة الأوضاع الاستثنائية وأصبحنا نسير في طريق واضح المعالم. لقد أزلنا الإشواك التي كانت بالماضي تعكر الأجواء علينا وأصبحنا نعمل بانسجام. ولئن بدا للبعض أن هنالك صعوبات تعترضنا حاليا فهذا أمر طبيعي، لأن الصعوبات تعترض من لا يعمل، أما انعدام الصعوبات فهو يكون بالنسبة لمن لا يعمل. ونحن في التجمع الوطني الديمقراطي نعمل وسنواصل العمل مع الصعوبات وبدونها. الحقيقة التي يجب أن نقولها اليوم هي أننا نجحنا في مؤتمرين رابع، وأننا نسير نحو المستقبل بثقة وأمل، وقد استرجعنا مكانتنا في الساحة الوطنية وأصبح حزبنا بشهادة الجميع رقبا لا يمكن العمل بدونه. تلك هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع. أيتها الأخوات أيها الإخوة، بعد الانتهاء من عقد المؤتمر قمنا بتنظيم دورتين لمجلسنا الوطني، واستكملنا بناءنا الهيكلي ووضعنا الأطر النظامية التي تساعد هيئاتنا القيادية. وها نحن بعد التنصيب الرسمي للأمانة الوطنية نشرع في عملنا العادي. أخواتي إخواني، يندرج هذا الاجتماع ضمن مخطط العمل الذي سطرنا خطوطه العريضة في اجتماع الأمانة الوطنية في لقاءاتها الأولى، وجئنا لكي نتبادل وإياكم الرأي حول مضمون هذا التصور، لنستفيد من آرائكم في الموضوع الذي يهمنا في هذه المرحلة الخاصة، وأنتم شاركتم من قبل في حملات انتخابية مثل هذه بمثل هذا المستوى. أيتها الأخوات أيها الإخوة، تعيش الساحة السياسية الوطنية تفاعلات وتجاذبات بين مؤيد لهذا ومناصر لذلك في مطالب بالمقاطعة، وكلها تعد مظاهر عادية في الممارسة الديمقراطية. ما نريده لهذه الحملة هو أن تتم ضمن إخلاقيات العمل السياسي المتعارف عليه، وفي كنف التنافس المبني على مواجهة الأفكار والبرامج واحترام خيارات المواطن، بعيدا عن العنف اللفظي أو إثارة النعرات وتصفية الحسابات. وفي هذه المناسبة فإننا ندعو إلى انتهاج الرزانة والابتعاد بقدر الإمكان عن خطابات الإثارة أو الاستفزاز، خاصة وأن رهان الانتخابات الرئاسية يجري في ظل أجواء تعتبر حساسة ودقيقة تستوجب اعتماد أسلوب الحكمة والرزانة والتحكم في النفس.
أيتها الأخوات، أيها الإخوة، إننا في التجمع الوطني الديمقراطي نأمن بأن الاستحقاق القادم سيكون مصيرياً للبلاد. لهذا فإن ورقة الحسم سوف يمنحها الشعب يوم 17 أبريل القادم، ولهذا فنحن مطالبون بإقناع المواطن بأهمية الحدث وتحفيزه على المشاركة في الانتخاب، ونحن مدعوون إلى بذل الجهد الضروري لإقناع الشعب بضرورة التصويت على مرشحنا. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، بالنسبة لحزبنا فقد اخترنا من مدة وحددنا الموقف بوضوح من هو مرشحنا، وإننا نريد بهذه المناسبة أن نؤكد على هذا الموقف بالقول أننا ندعو للوقوف مع الرجل الذي يحقق الإنجازات، الرجل الذي استطاع أن يخرج البلاد من الأزمات، الرجل الذي أعاد الأمن والاستقرار للبلاد وحقق المصالحة الوطنية وعزز مكانة الدولة وقوى مؤسساتها وجعلها تعمل في انسجام كامل وجنب البلاد المصاعب والهزات. موقفنا كان من البداية واضحا، موقفنا باستمرار كان داعما للرجل والبرنامج الذي أتى به. موقفنا من البداية كان مع رجل المصالحة ورجل الإصلاحات، الرجل الذي أرسى قواعد الدولة القوية بمؤسساتها والقوية باقتصادها القوية بوحدة شعبها. لهذا من البداية قلنا أيضا أن الأخ عبد العزيز بوتفليقة أكبر من يكون مرشح حزب واحد أو جماعة بعينها، وقلنا أيضا أن الإنجازات الرجل وأعماله هي التي ترشحه لأن يكون مرشح كافة من أحب الجزائر وكل من شارك في بناء الجزائر وكل من يؤمن بمستقبل ظاهر للجزائر وكل من يريد للجزائر أن تكون في الطليعة. ولهذه الأسباب وغيرها قلنا أننا ندعو الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة المستفيد الأكبر فيها سيكون الشعب، كل الشعب. ولهذا قلنا أن ترشح الأخ الرئيس أصبح مطلبا بل ضرورة. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، إن تعبيرنا عن الموقف هذا يستوجب منا بذل جهد كبير والقيام بعمل ضخم يتوجب علينا أن نتجند له جميعا وأن لا نستهين بالعملية. فنحن مطالبون بتحقيق نتيجة، ولهذا يتوجب علينا تجنيد كافة مناضلينا ومناضلاتنا ومواطنينا وكافة مواطنينا. في البداية نحن مطالبون بدعوة الجميع للمشاركة في التعبير عن الموقف من خلال حثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، لأن العزوف هو سلوك غير مواطني، لا مواطني، ناهيك عما يحمله من انعكاسات سلبية قد تضر بمصلحة البلاد وبمستقبلها. لهذا يجب إقناع المواطنين خاصة بأهمية وضرورة المشاركة. نحن مطالبون بإقناع المواطنين بضرورة التصويت لصالح مرشحنا السيد عبد العزيز بوتفليقة. نحن مطالبون كذلك بتنظيم أنفسنا والتنسيق مع كل الذين يؤمنون بسداد وسداد توجه وخيارات مرشحنا توحيد الجهد وإياهم لبلوغ النتيجة. نحن مطالبون بتقديم خطاب واضح ومقنع إلى الشعب من شأنه إقناعه بأهمية المشاركة وبأهمية اختيار المرشح الذي ندعمه لانتخابه وندعو لانتخابه. حزب، نحن مطالبون بأن نبرز دورنا في الساحة. نحن كحزب يجب أن نعمل لتحقيق النجاح لمرشحنا. نحن مطالبون بأن نظهر كتشكيلة سياسية
لها وزنها ودورها، حزب قادر على فرض وجوده في الساحة بالجهد والجدية والعمل، حزب قادر على التأثير في توجيه الأحداث، ومصمم على ترك بصماته واضحة في الحملة. أيها الأخوات، أيها الإخوة، يهدف هذا اللقاء الذي تحضرونه اليوم بصفتكم أمناء ولائيين مرفوقين بمكلفين بالإعلام والاتصال على مستوى المكاتب الولائية التي تنتمون إليها، أقول يهدف أساسا لوضعكم في الصورة ما حول ما نعتزم القيام به كحزب، معني بالحملة الانتخابية وبالعمل على وضع الترتيبات النهائية لمخطط الحملة التي ستنطلق في النصف الثاني من شهر مارس القادم وجعله موضع التنفيذ. الموعد وإن بدأ بعيدا إلى أنه قريب ويحتاج للوقت للتحضير الجيد والعمل المتقن. إن خوضنا للحملة الانتخابية دعما لمرشحينا وحرصا على إنجاح العمل الانتخابية هو واجب يقع على عاتق كل حزب وطني ديمقراطي هدفه الأساسي خدمة المصالح العليا للوطن، وهو ما يدعوني في هذا المقام إلى أن أطلب منكم حتى المواطنات والمواطنين على جعل هذا الموعد الانتخابي فرصة أخرى لتعزيز الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر وبوحدتها وانسجام شعبها. وكلما كانت المشاركة قوية، كلما تلقى أعداء الجزائر الرد الذي لا ينفع معه تأويل أو مساومة. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، لا شك أنكم تدركون أن هناك تحولات شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة وعلى كل الأصعدة، وهذه التحولات يجب أن تبرز في خطابنا الإعلامي في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وعبر كافة القنوات التلفزيونية العامة والخاصة وعبر شبكة الإنترنت التي سيكون لها الحضور المميز خلال الفترة، والتي نأمل لها أن تكون فضاء لرفع مستوى الخدمة الإعلامية الهادفة، لا أن تستغلها أطراف معروفة في غير ما يفيد المواطنين والوطن. وإني على يقين من أن هذه الحملة الانتخابية لا تمثل ولا شك امتحانا للطبقة السياسية، وكما أنها ستمثل أيضا امتحانا للمهنية الإعلامية. في ختام كلمتي أجدد الشكر لكم جميعا، آملا أن يكون هذا اللقاء فرصة لتمتين صلح التجمع الوطني الديمقراطي، وأن يكون البرنامج المقترح من قبل منشطي حملته حامل الأفكار التي ستكون بلا شك جسرا بين مختلف المستويات والهياكل الهيكلية للحزب. وفي الختام أطلب منكم أن تهيئوا أنفسكم لخوض الحملة الانتخابية بروح من مسؤولية وضمن روح القانون والمطبق وقواعد الممارسة الديمقراطية. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كانت هذه الكلمة الافتتاحية للأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي السيد عبد القادر بن صالح، والذي كان قد أعلن عن موقفه وموقف حزبه إزاء الرئاسيات من خلال دعم بوتفليقة لقيادة المرحلة المقبلة. عاد ليؤكد أو يجدد موقفه وموقف حزبه إزاء الرئاسيات، كما طلب المرشحين من التحلي بروح المسؤولية في هذا الاستحقاق، كما دعا المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل إنجاح هذا الموعد الإخباري. مشاهدينا، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.